السلام عليكم. تقبلنا الامر هذا اخويا بجميع الاسى والحزن اخويا. السيد هذا كان بحال الاخ ديالنا وكثر من الاخ ديالنا، كنعتبرو صديق ديالي، كيمشي ويجي معايا في الطريق. وهاد الاسى هذا هاد الشركه اخويا راه ما وصلناش لشي حل ما بيناتنا. وصلنا ان السيد هبط من الموت شارج من الديشارج بخير، وصل حتى المكان القريعه وقع عليه الحادثه. هادشي اللي كنعرفو حنا. من جينا امام الامر الواقع ما لقيناش شي مسؤولين يتدخلوا ويوقعوا فيه. ما كناش حاضرين باش نقول لك هادشي اللي وقع بالضبط. هما اللي شيعاود يقول لك الدري كان شي نقع الماكينه وهبطات عليه الماكينه اخويا. الماكينه مصيبه من انها ما تهبطش، لما هبطاتش اوتوماتيكي فهمتي، ما تهبطش الماكينه. وهادشي اللي كاين اخويا. هذاك السيد هذا راه عافينا، والام ديالها الله يصبرها ويصبر امه محمد. اخويا السيرفيس عندنا حنا فيه مغامره وصافي، وفلوس حد الان راه باقي ما كاين لا خلاص لا والو. فات الشهر دابا راه حنا داخلين 23 في الشهر، حنا ما تنشوفوش في هادشي، تنشوفو في صحتنا هي الاولى. حنا دابا مسؤولين ما والو، وخدام وما مخلصش. يعني هنا خدمه غتشوف، هنا مستقبل غتشوفو حتى باقي تشوف جون. الدري باقي جون ضاع، مشى قدامك، مشى قدام عينيك. تشوف واحد الاسى. نقدر انا تنهضر معاك دابا باش نبورش من الداخل اخويا. نقدر انا تمشي معاك اكثر من شي مع شي واحد. مشي معايا بالطريق تمشي انا وياه اخويا في كموطو. واخويا تعبنا جميع الاسى، ما لقيناش اخويا. من اهل الجنه مسكين الانسان اللي حطوه صاحبي ما ينوضش من بلاصه. لما ما قلتيش لي اناس دير هذه ما يديرهاش. والله الله يولي برحمه شي الله ولا شقبل اسى. خاصك تورك على جوج بوطونات الا بغيتي تخدم، ما توركش على بيرانات باش كيخوى الكامل فهمت. تهز حتى ديك البرايس واش تخرج هذا الدار، واش الدار اللي كتحمل في الدار راه هذا هو الروب اللي كينزل قلب الشيء. ماشي هذه الماكينه اللي كتطلع، هذه الماكينه اللي كتطلع وتحركات عليه فهمت، طاحت عليه راه الريه ديالو تفرقعات. كشكوشه خرجت لي من فمه، مشيناش حاضرين غتشدهم اجي ما غتدبرنا على الله يهديك. ماني هذيك الطاسه اللي تطلع الماكينه وهذيك شي هابطه هنا، وهذيك البرايس اللي خرجت هذا هو الحاج اللي الثاني. هذا ديالنا يوميا